من النادي الاهلي بقى هنروح معاكم سريعا لنادي الزمالك، واللاعب الايفواري رزاق سيسي هيخضع لبعض الاختبارات الطبيه خلال الايام اللي جايه دي، واللي بناء عليها يتم تحديد ميعاد رجوعه للتدريبات الجماعيه. كمان اكد الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي ان اللاعب قطع شوط كبير جدا من مرحله العلاج، وقرب كمان انه يرجع مره ثانيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه. سيسي كان تعرض للاصابه بكسر في عظمه صابونه الركبه خلال مشاركته مع الاتحاد السكندري، كمان اجرى عمليه جراحية وبيخوض حاليا بقى برنامج التأهيل عشان يرجع مرة تانية.